مرحبا، اسمي عمر ضبيان، سينيور دايركتور ستراتيجيك ديفلوبمنت اند بارتنرشيبس لسيرك دو سوليه، يعني مدير التعاون الاستراتيجي في شركه سيرك دو سوليه، وهذا بتضمن تعاون سيرك دو سوليه مع اي شركه او مهرجان في الخارج. ونحن اليوم موجودين باي جي تي تنشوف البرفورمنس اللي راح يصير يوم السبت مع ايمان بيشا وسيرك دو سوليه. على هالمسرح راح نشوف برفورمنس مع ايمان بيشا، طبعا هي كانت معنا من سنتين بلاس فيغاس. هاي الغنية بالذات كتير كتير مهمة لأنه بتحكي على أمل. ضروري الإنسان يطمح، ضروري الإنسان يحس إنه في أمل إنه يصير ويوقف على المسرح. معنا من لاس فيغاس 6 performers from our shows. زي ما شايفين هنا 2 of them are just about to rehearse. هذا رح يكون aerial act عنا، وإذا نقدر نيجي هون شوي those two are zebras من شو تبعنا بلاس فيغاس which is O، والعرض كله طبعا رح يكون باللغة العربية. طبعا مهم جدا جدا بالنسبة لإلنا كسيرك دو سوليه نكون موجودين هون معكم كـ MBC وبـ Arabs Got Talent. MBC كشركة عريقة جدا، و Arabs Got Talent هي هب لهالمواهب العربية الموجودة اللي بتنميها وبتساعدها وبتدعمها. هاي إيمان، هاو ار يو؟ هاي إيمان، ونحن فرحانين كثير إنها هي معنا. I'm here in Lebanon to perform with Cirque du Soleil for the finale of the season. How do you do this? Show me. Okay. Like this. بس ألفت نظر المشاهدين لحاجة مهمة، اللوك الجديد اللي عامله علي. أوه. أكيد كنت هفتح بقي وأتنح من حلاوة اللي أنا شايفه. يخرب بيتك. لو عايز تشوف حلقة Arabs Got Talent كاملة بكل المواهب اللي فيها، خش على شاهد.net هتلاقيها موجودة.